عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وكويسين. للناس اللي اول مره تشوفيني، انا جاسي، بعمل فيديوز كل حاجه، بعمل فاشن، ميك اب، العاب، كل حاجه. فلو حابين تتابعوني اكتر ما تنسوش تعملوا سبسكرايب تحت ورينج البنتيفيكيشن عشان تشوفوا كل جديد. النهارده عندنا فيديو جديد، فيديو هتكلم فيه عن المودست كولكشن او مودست اريا في اسم كيكي الجديده. عمل سكشن اسمه المودست سكشن، ده الملابس المحجبات او الملابس الطويله، يعني حاجه مختلفه عن ستايل شويه. فجبت هنا شويه حاجات وقررت اوريكم زي او حاجات من الافكار الموجوده هناك. فيلا بينا نبدا. دي يلا بينا دي الاكياس اللي هنشوفها. تمام، اول حاجه يلا بينا ابدا اوريكم الكيس. اول كيس في ثلاث شيتات نصكم، لان انا كان عندي لاجين اتنين لاجين سبورت لاجينز من الفدات، وكنت حابه اجيب لهم تي شيرت طويله شويه تلبس معاهم. فلقيت عندهم في القسم الجديد شويه تي شيرت كتيره بنصكم وطويله في الخلف الصيف. يلا بينا بنعملكم. اول تي شيرت عندنا اهو، هو تي شيرت ابيض طويل كده ومكتوب عليه اهو nothing some crystal can't fix. بس بقيت تي شيرت ابيض ونص كده. تمام، تاني تي شيرت عندنا برضو ابيض و عليه المرة دي بنت اهو، ومكتوب عليه maybe it was around noon، ونفس الستايل بالظبط بس نفس مختلفة. تالت واحد عندنا حبيت اجيب لون مختلف، جبت لون اسود فمعانا ده اهو اسود وعليه بنت، مكتوب عليه برضه مكتوب عليه no drama extraordinary. هو ده. تمام، تعالوا يلا اوريكم شكلهم على الليجنز وهيبقوا عاملين ازاي. زي ما انتوا شفتوا ده كان شكلهم عليه، بس اكيد شكلهم كان كيوت قوي. كمان جبت من عندهم شويه حاجات بكم طويله للخفيف، حسيت شكلها كيوت قوي. هي ستايلها اوفر سايز وطويله، خامتها يعني مش حر، يعني مش تقيله قوي، مش خفيفه، تنفع حلوه قوي للخفيف. تعالوا اقول لكم ده اول واحد معانا. تمام، ده عليه رسمه بس لونه زيتي، طولهم طويل قوي زي ما انتوا شايفين. تعالوا نشوف واحد تاني، ده تاني واحد معانا عليه بس برضو اهو، مكتوب عليه travel far enough to meet yourself. نفسه طويل طويل قوي قوي قوي، بصراحة شكلهم كيوت جدا. تمام، معانا ثالث ميك ماوس، سوري برضو نفس الطول. تمام، ومعانا برضو تمام، ده عجبني جدا بصراحة، حسيت ستايل جديد ومختلف اهو. ده ليه زي عارفين اللي هو الفن الحديث اللي هو المودرن ارت اللي بيتكلموا عليه، الراندوم فيسز والسكريبلز والحاجات دي، عجبتني جدا. تمام تمام، واحد اهو
هو عليهم بروف راندوم اي دونت ثينك ان هم بيعملوا كلمه بس تحت مكتوب تو اكسبريشن اونلي كومز فروم ذا هارت من الهارت فوكس اهو وطبعا برضه نفس طول تمام كل ده كان من الاسي وكيكي مودست كولكشن بس ده ليه ان انا برضو في محل اللي هو ريفن او whatever you pronounce it جاب اسي وكيكي لقيت عنده حاجات كتير وتانية كتير فحبيت اقولها لكم بالمرة. اول حاجة كان في تي شيرت ده كيوت. اول حاجة الكول بتاعته زي ما انتم شايفين زي مقسومة على اثنين كده طوله متوسط مش طويل قوي مش قصير قوي. من تحت بيبقى فيه زي سبليت اهو مقسوم لاثنين وزي انتم شايفين هنا من الجنب زي فيه هولز كده ومعمول بريبن شكله كيوت جدا شكله على بعض عجبني قوي. كمان لقيت ده زي فيست او مش عارفه اسميه ايه بس هو زي فيست او هو فيست اي ثينك جينز قصير مش عارفه قصير جدا هو جينز خفيف يعني خامه مثلا الشميز الجينز مش خامه جينز تقيله زي جاكيت جينز ومن تحت فيه نقشه كده so cute. ده اخر حاجة معايا ده تي شيرت برضه طويل بما ان انا كنت محتاجة حاجة طويلة للليجنز وده برضه تي شيرت طويل بس ده بصراحة في ميزة ان هو ستايله باجي تي شيرت يعني ده انا بلبس ميديم فانا جايبة منه السمول علشان ما يبقاش باجي زيادة عن اللزوم اهو هو ستايله باجي جدا وغريب وصراحة كيوت جدا. تمام فيلا بينا اوريكم شكل الحاجات اللي انا جايبها من ريفن دي بس عليا في اللبس. Subscribe to the channel, ring the bell notification so you can look cool and good. Thank you so much guys for watching. Have a great day and bye bye. Stay home, stay safe, stay healthy and